احنا بنتكلم دلوقتي على قضايا لسه زي ما حضرتك ذكرت حالا دلوقتي الحوار الوطني بيناقشها او مدرجه لسه، وبنتكلم على قضايا تم حسمها بالفعل. ايه ابرز القضايا التي تم الحسم فيها؟ دي كتير مظبوط حضرتك. احنا يعني اللي اغلقت ملفاتها وتم حسمها مثلا انتخابات المحلات اغلقت في بعض قضايا جوه محور حقوق الانسان اغلقت الحريات الاكاديميه، مفوضيه مكافحه مناضله التمييز دي اغلقت، بعض القضايا التعليم ما دون الجامعي اغلق انتهى، التامين الصحي الشامل اغلق، في قضايا كتير في الزراعه اغلقت، جزء من قضايا السياحه زي الخريطه الصحيه للبلد اغلق، بس لسه اجزاء تانيه ما خلصتش، الاستثمارات العامه خلصت. يعني عدد كبير الحقيقه. احنا رفعنا زي ما بقول لحضرتك 13 لجنه من 19 اللي اترفعت التوصيات بتاعتهم، وال 13 مش كل ما هو بيخص اللجنه اترفع، بعض اللجان خلاص اترفع كل حاجه، وبعض اللجان لسه فاضل جزء منها. هو الفكره في حاجه، انه الناس مش هتشعر بكل اللي بنقوله ده غير لما يحصل الاستجابه التنفيذيه او التشريعيه. الناس شعرت طبعا في بعض القضايا باستجابه الرئيس، يعني قضايا اجتماعيه احنا طلبنا حاجات من فتره من 3 أو 4 شهور كانت خاصه بعلاوات والرئيس استجاب لها، لما طلبنا موضوع الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئيس استجاب لها، في قضايا حصل فيها استجابه فوريه، لكن الحزمه دي على بعضها انها كبيره مش قليله. انا اظن انه الناس هتبتدي تشعر بيها، وانا بقول لحضرتك السيد وزير الماليه من 10 ايام اعلن ده بشكل علني انه الرئيس بعت لهم في التامين الصحي خدوا الحاجات دي، لان احنا اقترحنا حاجات محدده. زي ايه يا استاذ؟ يعني مثلا احنا اقترحنا اضافه بعض الامراض اللي مش موجوده في التامين الصحي، الناس بتعاني من حاجات نفسيه وحاجات عصبيه مش موجوده في التامين الصحي، وفي بعض الادويه كمان مهمه واقترحنا اضافه ادويه الصحي. اخرى اقترحنا ان التامين الصحي الشامل يمشي بالتوازي مع التامين الصحي دلوقتي عشان القائم ده هو بيشيل ناس كتير جدا، فما ينفعش نوقف ونعطل لغايه ما نكمل الشامل. اقترحنا التعجيل في بعض المحافظات من تطبيق التامين الصحي الشامل فيها، يعني ما تستناش الفتره المحدده. كل ده اترفع، والسيد وزير الماليه قال ده بيدرس بدقه، وكمان الدكتور احمد السبكي رئيس يعني المسؤول عن قطاع التامين الصحي الشامل اعلن نفس الكلام بعدها، واجتمع حتى مع حد المسؤولين الاوروبيين وطرح عليه فكره ان هم يعاونونا في اضافه بعض الادويه والامراض اللي يعني ذات الصله، فبالتالي التنفيذ الناس هتشوفه، يعني هتبدا تشوف. وانا اظن ان لما الرئيس يعلن ده وفي مقدمه خطابه، يعني الكلام ده ما جاش متاخر في الخطاب، جه بعد يعني تمهيد في اشياء اخرى مش كثيره، انه يبقى كلام موضوع الحوار الوطني ده بيعني زي بقول لحضرتك انا تاني باكد على انه جعل التنميه الاقتصاديه هي جناح للدوله والجمهوريه الجديده، والجناح الاخر هو التنميه السياسيه، هذا يعني لابد من بذل الجهد. وعشان كده احنا يمكن الحوار الوطني احنا ما طلعنا الوثيقه بتاعت امبارح دي او البيان خاص بالانتخابات الرئاسيه، كنا بنمشي في هذا الاتجاه، ماشيين في هذا الاتجاه بالظبط. ليه؟ لان احنا عارفين القوى اللي معانا كلنا مع بعضنا، كلنا مهتم بالانتخابات، وكلنا هيبقى له مرشحه، وكلنا هيبقى له رايه المعلن، ما حدش هيخبي يعني رايه مش هيحصل. وبالتالي طب ايه الضوابط اللي تحكم ده كله؟ ده اللي هو مجلس الأمناء الحوار الوطني قاعد حقيقة تشاور في ده 4 أيام على الأقل، يعني عشان نوصل في الآخر لنتيجة في 4 صفحات أو 3.5 صفحات فيهم كلام محدد للغاية يمس كل شيء تقريبا في حاضر البلاد وفي الانتخابات الرئاسية وفيما بعد كمان الانتخابات الرئاسية. كل ده عشان إيه؟ عشان التنمية السياسية هي الجزء الثاني في الدولة، مفيش دولة من غير سياسة، عشان بس ما نبقاش يعني بنقول كلام. الدولة هي دراسة الدولة هي علم السياسة، علم السياسة هو علم معني بدراسة الدولة، وبعدين كبر شوية بقى العلوم السياسية فأصبح معني بدراسة الدولة، أو اللي هي الناس والشعب والإقليم والحكومة، وبعدين وسع شوية بقى العلوم السياسية اللي هي عشان بيدرس سلوك الدولة في الخارج في بس مع سياسة خارجية، بيدرس علاقات الدول في بعض بس مع النظام الدولي، لكن أصل القصة هو علم السياسة علم الدولة، وبالتالي الدولة هي السياسة. الرئيس قال ده بوضوح عشان بعض الناس شايف ان السياسة دلع، لا السياسة مش دلع، عمرها ما كانت دلع، مش دلع. السياسة هي حضرتك
يعني قوام الاسمنت اللي المبنى مبنى الدوله بيقوم عليه. صحيح. لان السياسه بتعني التفاعل بين مجموعات من الناس بالطبيعه مختلفين من الشعب، مختلفين في الاعمار وفي الجنس وفي الثقافه وفي الفكر وفي السياسه، والناس دي بتتفاعل مع بعضها. طب بتتفاعل مع بعضها باي طريقه؟ زمان قوي زي ما كانوا بيسموها مجتمعات يعني البدائيه بيتفاعلوا بالدم وبالسلاح وولعوا في بعض، اللي كانوا بيسموها عندنا في علم السياسه حرب الجميع ضد الجميع، كله بيحارب كله لغايه ما حد يقضي على حد. طب اتطورنا وبقينا مجتمعات حديثه وعندنا التفاعل بيننا ازاي؟ التفاعل بيننا بيتم عبر كيانات او افكار بنسميها السياسه، هي اسمها كده. انه التفاعلات دي بين الناس، الاختلافات بينها بتدور فين؟ في المجال السياسي ده، وتنظم بشكل معين وشكل سياسي معين وقانون دستوري. احنا عندنا الدستور الماده الخامسه منظمه ده، مصر دوله تقوم على تعدد الاحزاب، قانون دستوري. وانه بقيه مواد الدستور في الحقوق والحريات بتقول للصبح في حقوق الناس وحقوق السياسيين. فبالتالي السياسه ده مش ركس من عمل الشيطان، ولا هي هوايه الناس الفاضيه، ولا هي حاجه كده يعني اضافه على الدوله. ما الدوله من غير سياسه تبقى اي حاجه تانيه. مصر كانت من اول دول العالم يا استاذ ضياء اللي رسمت السياسه العامه، احنا من ايام الفراعنه واحنا عندنا النظام السياسي وعندنا كل ده موجود. فيعني احنا اولى الصراحه من ناس من دول تانيه كتيره ان احنا تبقى السياسه متاصله وموجوده عندنا بنظم واطر معينه. مظبوط.